اهلا بحضراتكم في الفتره الثانيه من البيت الكبير، ومشرفنا في الفقره الثانيه الناقد الكبير الاستاذ محمد الروسي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن هاني، منورنا. ربنا يخليك كابتن، ده نورك. تحياتي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ناخد الاحداث لسه اللي حاصله من نقدر نقول من دقائق دلوقتي. طبعا تعادل نادي الزمالك 3-3 مع سموحه، ده بيدي النادي الاهلي ان شاء الله اولويه ويدي له فرصه بيقرب المشوار، يعني بيقرب المسافه. بدل ما كنت على بعد 8 نقاط اصبحت على بعد 6 نقاط، فالدنيا بتقرب بالنسبه للنادي الاهلي، وتشعر ان الدوري بيجري على النادي الاهلي اكتر من النادي الاهلي بيجري عليه، يعني وهو يستحق ذلك، لان يعني هو الفريق الافضل والفريق الاقوى والفريق الاكثر انتصارا في المباريات في الدوري، الاعلى نقاطا، فريق ماشي بشكل منتظم بشكل منسق. فخلاص هانت، يعني اعتقد ان الماتشين الجايين لو ربنا سبحانه وتعالى وفق النادي الاهلي في انه يكسب ماتش اسماعيلي ونصر الاتحاد، هيكونوا الماتشات الفاصله والحاسمه والمنهيه لدرع الدوري رقم 42 قاب قوسين او ادنى او اقل كمان، والدوري يكون في حضن النادي الاهلي ان شاء الله كالعاده. يعني بطولاتنا المفضله الدوري، وكلنا مستنيين ان شاء الله يا رب ان شاء الله بس نعدي مباراه الاسماعيلي والاتحاد ان شاء الله، برضو فرقتين على مستوى عالي لكن الفوز فيهم ان شاء الله. وكنت بتكلم قبل ما حضرتك تخش، من الطبيعي بقى ان اللجنه الخماسيه تحضر نفسها ان استلام درع الدوري، لان ده هيكون رسميا، هيكون ان شاء الله باذن الله، مش عايزين نقاطع، ان ممكن وارد جدا يكون في برج العرب يوم الاثنين. تفتكر ممكن يكون في تحرك من دلوقتي للاستعداد للنادي الاهلي انه استلام درع الدوري، زي ما بنشوف في البطولات الكبيره البريمير ليج والكل دوت، بنشوف ان ممكن بعد المباراه ويبقى في حلاوه كمان الفوز، مش انك تفوز بالدوري بعدين تخرج وبعدين تلعب ماتشين وبعدين يسلمك الدوري. انا دايما احساسي كلاعب انك لما بتفوز بالدوري بتلعب المباراه والدرع الدوري محطوط بره، وطبعا للاسف ما فيش جماهير، ده اللي كانت الصوره اللي ناقصه طبعا، لكن بيبقى ليها مردود تاني وبيبقى ليها احساس تاني. تفتكر ممكن اللجنه الخماسيه تبدا تتصرف بشكل احترافي كده في الفتره اللي جايه استعدادا يعني لمن الاهلي يفوز بدرع الدوري 42؟ طبعا الطبيعي، يعني احنا لم نشهد لاي مجلس اتحاد الكره تنسيق لهذا الحدث، رغم ان بطوله الدوري هي البطوله الاهم والبطوله الاقوى، ودايما بتبقى معروفه بطوله الفرق الكبيره، بطوله النفس الكبير، البطوله اللي بتعبر عن قوه الفرق. صحيح. واستقرارها وقيمتها، يعني مع احترامنا وتقديرنا لمسابقه الكاس لاي بطوله تانية موجوده عندك معلقه، مسابقه الكاس الاقدم ولكن على مستوى يظل لا حتى على مستوى العالم يظهر لدرع الدوري. مزبوط. او بطوله الدوري هي الاقوى وهي الاعظم، لذلك بيكون المفروض بتكون الحفاوه بيها كبيره، بتكون قيمتها كبيره، قيمتها غير قيمتها الماديه. طبعا احنا ما عندناش قيمه ماديه للبطوله للاسف لغايه دلوقتي في الدوري، وده شيء طبعا غير مقبول على الاطلاق، لان الناس بتصرف ملايين الجنيهات عشان تجهز فرق وتفوز بيها البطولات، لكن في النهايه الدرع حتى القيمه المعنويه دي ادهاني بقى، يعني عظم لي العطاء المعنوي اللي انت بتديه لي، اللي انا باخده، ما تديهوليش في السر او ما تبعتهوليش في الظلام او ما تبعتهوليش في الخفاء. فالمفروض اتحاد الكره اللجنه الخماسيه تبدا الاستعداد لهذا الحدث الكبير، وهو لحظه جمع الثمار، لحظه التتويج بتاعتك اللي انت هتاخد بيها البطوله، المفروض يجهز لهذا الكلام. ممكن يقول لك انا مش هقدر اسلم النادي الاهلي الدرع الا لما البطوله تنتهي رسميا، قد يكون عنده بعض الحق زي ما حصل في الدوري الانجليزي. ماشي. جهزني لاخر مباراه. لان كمان يا استاذ محمد خلي بالك اللقطه ديت، اللقطه اللي احنا بنشوفها مثلا في البريمير ليج، انت كمان دي لقطه على مستوى التسويق، ان السبونسر بتاع النادي الاهلي لازم يطلع في اللقطه دي. طبعا. يعني دي طبعا. كمان فلوس طبعا. ده طبعا. يعني طبعا. ده دي كلها حاجات سبونسر من حقه انه يطلع في لقطه زي ديت. تمام تمام. فالمفروض يتم الاستعداد لها، واتمنى برضو يعني النادي الاهلي برضو يتحرك في هذا الاتجاه. صحيح. علشان يعمل ده، لان ده حقه وتعب في الموسم ده وقدر يعمل موسم عظيم ويخلص الموسم بدري بشكل كبير جدا. يعني ننتظر هذه اللقطه، ننتظر هذه اللحظه، لان المفروض ان اتحاد الكره يكون عنده كل الحاجات دي حتى هو يعلي من المسابقه بتاعته. صحيح. يعلي من قيمه المسابقه ومن قيمه البطل، ويعطي من اجتهد ومن تعب ومن انتصر ومن قدر يحسم مبكرا. اعتقد ان اللحظه كلنا ننتظرها، وسنرى ماذا سيفعل اتحاد الكره في هذا الامر. يعني ان شاء الله.